مرحبا بكم أصدقائي. اليوم إن شاء الله راح نشرح على موضوع جديد اللي هو Female Genital System. Female Genital System أيضا متكون من جزئين, External Genital Organs أعضاء اللي موجودة برا البطن, و Internal Genital Organs أعضاء اللي موجودة في البطن. طيب نجي ناخذ أول شيء External Genital Organs اللي هي برا. أول شيء راح يقابلنا اللي هو شوفة الكبيرة نسميها, اللي هي هذه, هي جزئين, هذه جزء ثاني مالتها نسميها شنو, نسميها لابيا ميجورة, نسميها لابيا ميجورة. زين, أما لو ننزل شوية تحت هذه نسميها لابيا ماينورة, هذه الشفتين الصغيرتين نسميها لابيا ماينورة. وظيفة مالتها راح أقول لك, لكن انتظر علي ثواني بس. لو نكمل بعد راح نلاقي هذا التجويف نسميها تجويف المهبلي بالعربي, اما اسمه هو vestibule of vagina, vestibule of vagina, تحتوي على فتحتين, الفوق نسميها urethral orifice, orifice معناها فتحة, urethra جاية من urinary bladder اللي تنقل لي البول من المثانة وتطرحها لبرا, اما الفتحه الثانيه اللي دا نشوفها لي جوا صايره هذه نسميها شنو, فاجينال اوريفيس. الفتحه هذه تستقبل العضو الذكري اثناء علاقات الحميمه. طيب هسه اريد اقول لك اني شنو هي وظيفه لابيا ميجورا او حتى الماينورا, الاثنين هذه تحميلي الفاجينال اند يوريثرال اوريفيس, تسويها بروتكشن, تمام, لان لو ما كان هذه الاثنين الفتحتين هذولي اثنيناتن حساسات يعني, فممكن تسبب لي مشاكل لو هي تبقى هيك عاريه برا. فهذه الاثنين اللابيا ميجورا وماينورا تجي تغطيها بحيث ما تحصل بيها اي دامج او اي خطر. هذه بالنسبة لإكسترنال جينتال أورغانز. بقالنا آخر شيء من إكسترنال جينتال أورغانز اللي هي هذه بالضبط, هذه نسميها كليتوريس, طبعا بها أجزاء لكن ما عليك, أنه أهم شيء تعرف كليتوريس هو وين موقعه. بالعربي هذا نسميها بظر, تمام. وظيفة الكليتوريس هذه أنه تحسس البنت أو المرأة بالمتعة الجنسية أثناء علاقات الجنسية أو حتى التفكير في الجنس. هذه بما موجود بأعضاء اللي موجودة هي مثل ما قلت لك برا, تمام, أو بالإنجليش نسميها طبعا feelings لsexual pleasure. طيب أنا هسه راح أشيل الجلد ونكمل نشوف شنو أعضاء اللي موجودة من الداخل. internal genital organs أول شيء من فوق عندي هذه اثنين right و left ovaries, تمام, اثنين ovaries عندي على right و left. طيب الovaries بالعربي نسميها المبايض, تمام. وظيفة المبايض انه هي تطلع او تفرز شنو, egg او بويضة, ovum نسميها, egg ovum هم نفس الشيء لكن ovum هو اكثر استخداما في الطب. طبعا ليش يطلع الأوفا, يطلعها على مود تحصل شنو, على مود fertilization, تمام, الإخصاب, عملية الإخصاب. طيب زين, لو جيت وسألتك وقلت لك شنو هي أكبر خلية موجودة في جسم الإنسان راح تقول لي الأوفم. أوفم هذه the largest cell in the body, تمام, مثل ما قلنا تفرزها منو, تفرزها الأوفاريز. حلو, الأوفاريز ما يقتصر وظيفتها على إفراز الأوفم بس, لا, همينة تطلع هرمونات, تمام, ومن أشهر الهرمونات اللي هي هرمونات الأنثوية واحدة منها نسميها استروجين. زين, الاستروجين هذه وظيفتها شنو, وظيفتها طبعا هواية وظائف عندها, لكن أنا لازم أنطيك شغلات اللي أنت تفهمها لأن أنت بالبداية. فأول شيء مثلا نشوف بعد سن المراهقة الفتيات صدر عندهم تكبر. زين, ليش الذكور صدرهم ما يكبر بعد سن المراهقة, شنو السبب؟ لأن بالفتيات أكو هرمون استروجين هو اللي مسؤول عن تكبير صدر المرأة أو صدر الأنثى بعد سن المراهقة,
تمام. فهو شنو يسوي لي؟ يسوي لي enlarge the breast، تمام. هذه اول شيء. ثاني شيء يقول لي broad pelvic. broad pelvic يعني شنو معناها؟ انه الحوض، تمام، هذه عظام الحوض تكون واسعة. broad معناها واسعة. زين، ليش واسعة؟ زين، انا افهمك هسه ليش واسعة. لان المرأة هي اللي تحمل الجنين، تحملها وين؟ في الرحم. رحم وين صاير؟ راح تشوفه بعد شوية بنص عظام الحوض. زين، يعني أنا أريدك تفهمني بعد أكثر، وإذا يعني بنص عظام الحوض يعني إيش راح يصير؟ الجنين مو راح يكبر؟ بلي. زين، إذا يكبر، إذا العظام الحوض هذه ضيقة، إيش راح يصير؟ الجنين يمكن يطلع متشوه، صح لو لا؟ فالحوض المرأة تكون واسعة حتى يستحمل هذا الحمل أولا، وثانيا الجنين يطلع بشكل متكامل. فهذه هم يعني من اللي يحددها؟ يحددها استروجين على عكس التستوستيرون اللي يسبب تضيق في عظم الحوض عند الذكور. بيلفيك بون تكون عندهم نارو، تمام، ضيق. ليش؟ لأن هم الرجال ما يحملون الجنين ولا يسوون أي شيء، فتلاقي عندهم الخصر عندهم لا عدل، على عكس الإناث تكون شوية ماخذة شكل كيرفي أو مقوسة واسعة. هذه هم يعني يحددها هرمون استروجين. زين، لو نلاقي مثلا، لو نجي نلاقي شنو بعد عند الإناث، يعني من أشهر الشغلات الجلد مالتهم. جلدهم تكون طرية، تمام، سوفت، وكذلك سموث، ناعمة، على عكس جلد الرجال. الرجال عندهم جلد خشن، تمام، وسميك، ثيك سكن، وكذلك خشن. زين، شنو بعد عندي هرمون ثاني يفرزها الأوفريس، تمام، اللي يفرزها أوفريس بروجستيرون، أيضا هرمون ثاني. هذا الهرمون طبعا لها وظيفة كلش مهمة في تثبيت الجنين في الرحم، تمام. فهو يمنع أو يقلل تقلصات اللي تحصل في عضلات منه، في عضلات الرحم، وبذلك يقلل أو يمنع شنو الإجهاض، حتى الجنين ما توقع من الرحم، فلازم تطلع هذه الهرمون البروجستيرون. هذه بالنسبة لوظائف منو الأوفريز. طيب، بعدين الأوفري بعد ما يطلع البويضة بهذه الطريقة، تمام، هذه طلعت بويضة، خلينا نقول اجت وتجي لهاي النقطة. زين، هاي اسميها شنو؟ يلا ندوس عليها حتى تشوف حدودها ايش قد. نسميها هذه يوتراين تيوب او فالوبيان تيوب، تمام، فالوبيان تيوب او يوتراين تيوب. زين، يوتراين تيوب هذه هي اللي تحصل بهذه المنطقة عملية الاخصاب الفيرتلايزيشن، تمام. زين، هسه قل لي وظيفة الفالوبيان تيوب هذه شنو؟ وظيفتها شنو هي؟ حتى أقول لك وظيفتها، تمام، لازم أشوفك الحدود أول شيء، وثانيا هم أنا عندي رايت وليفت منها، تمام. هذه واحد وهذه الاثنين، لازم تعرف اثنين أكو، لأن البويضة الأوفم مرة تطلع من رايت أوفري، وبعدين في شهر اللي بعده يطلع من ليفت أوفري، فلازم تعرف انه اكو ليفت ورايت فالوبيان تيوب. زين، الوظيفة مالتها سهلة، تمام. اول شيء هو ايش راح يسوي لي؟ اكيد ترانسبورت ميل سبيرم سيلز تو ايج. لما يجي الذكر يقذف الحيوانات المنوية، هذه الحيوانات المنوية طبعا تنتقل الى المكان اللي يحصل فيها إخصاب. من قلنا هذه المكان هو يوتراين تيوب، صح لو لا؟ اللي هي هذا المكان. زين، فأول شيء هو شيء يسوي لي؟ ينقل لي الحيوانات المنوية، يجيبها لوين؟ يجيبها للإيج أو الأوفم. هذه أول نقطة. ثاني نقطة شيء يسوي؟ ترانسبورت فيرتلايزد إيج، يعني ينقل لي البيضة المخصبة لوين؟ للرحم، يوترس، تو يوترس. لشنو؟ لإمبلانتيشن، حتى أثبت الأوفم في الرحم، تمام. هذه العملية نسميها شنو؟ إمبلانتيشن، تمام.
تثبيت البويضة في الرحم. طيب هسه أنا راح أشوفك بعد شوية الرحم وينها هي. هذا الرحم، تمام، هذه كلها الرحم، نشوفها من ورا همينة لتشوف حجمها جيد. هذه الرحم هنا تحصل عملية شنو؟ عملية التثبيت، تثبيت للبويضة، وبعدين يتكون ويصير جنين. فيلا احنا هسه ناخذ الوظائف مال الوظائف مالت الرحم. شنو وظائفها؟ اليوترس نسميها احنا الرحم يوترس. زين، طبعا اليوترس هذه نورشمنت يسوي لي فيرتلايزد اوفم. نورشمنت يعني يغذي، زين، البيضة المخصبة. ليش يغذيها؟ لان البيضة المخصبة مثل ما قلت لك خلاص راح تنزرع في هذه المنطقة، وين؟ في اليوترس. فلازم تكون شوية أغذية حتى تتكون هذا الجنين ويصير عندنا البيبي. هذه أول شيء. ثاني شيء، البيبي أو الجنين هذا راح يبقى بهذه المنطقة، تمام، لحد ما يتم ولادتها. يعني هو هاوس فور فيتوس، للجنين، هو مبيت للجنين لحد ما unborn child، يعني الطفل الغير المولود، تكون جاهز للولادة. فهذه وظيفتين كلش مهمة أو كلش كافية تعرفها للرحم. زين، حتى ينتقل، بس أقول لك على نقطة، حتى ينتقل الأوفم من أوفري، تمام، ويجي لي وين؟ لليوترين تيوب أو فالوبيان تيوب أو حتى الإسبيرم، حتى ينتقل من فاجينا وبعدين السيرفكس بعدين اليوترس وبعدين لهذه السايت، تمام، اللي هو فالوبيان تيوب. وفي فالوبيان تيوب انت راح تلاقي شنو؟ راح تلاقي اهداب. اهداب هو اللي يساعد في تحريك شنو؟ الاوفم او حتى الاسبيرمز، تمام. طبعا هسه هنا صعب تشوفه، لكن عملية الانتقال تحصل عن طريق منه شيء نسميها اهداب. اهداب هذه بالانجلش نسميها سيليا، هو اللي مسؤول عن النقل الأوفم أو حتى النقل الاسبيرمز حتى يتم عملية الاختصاب. هسا هذه كلها شنو؟ عنق الرحم، نسميها سيرفكس. طيب سيرفكس وظيفتها شنو؟ تشوف كل هذه عنق الرحم. يقول لي around ovulation، لما تحصل عملية التبويض، تبويض للبويضة، نسميها ovulation. فهذه العنق، تمام، تتوسع، دا تشوفها بها فتحة. فأني هسا أشيل لك شوية جزء منها حتى نشوفها أكثر. فهذه الممر راح يتوسع، dilates. زين، شنو بعد شي يسوي؟ increase secretion amount، هو عنده إفراز معين يزود من هذا الإفراز. همينة الإفراز هذا هي سائل، لكن لزوجة بيها مو كلش هواية، لزوجة قليلة. زين، شو تسوي لهذا السائل؟ يعني ليش تنفرز؟ طبعا لما تنفرز هذا السائل تسهل عملية النقل النطف، تمام؟ facilitate sperm transport لوين؟ لسايت اوف fertilization. منو قلت لك السايت اوف fertilization؟ اللي هي هذه فالوبيان تيوب. زين، فاذا السيرفكس هذه لما تحصل البويضة تنزل للفالوبيان تيوب واجا الحيوانات المنوية، فتتوسع هذه السيرفكس. بعد ما تتوسع بنفس الوقت يفرز إفراز سائل، لكن لزوجة مالتها قليلة، بحيث تسهل عملية transportation of sperm to fertilized site، تمام، للنقل، نقل النطف إلى مكان الإخصاب اللي هو في فالوبيان تيوب. هذه هي وظيفة السيرفكس. طيب زين، هذا الجزء شنو؟ هذا الجزء نسميها فاجينا، المهبل. المهبل عندها 3-4 وظائف، ولازم اقول لك انا على كل وظيفة. اول وظيفة هو شنو؟ يقول لي passageway for blood from uterus during menstrual cycle. نعرف في المرأة، تمام، بعد سن البلوغ او بعد سن المراهقة او في سن المراهقة تبدي عندهم شنو؟ دورة الشهرية او دورة الحيضية، نسميها هذه منسترول سايكل، تمام،
أو monthly period نسميها اسم الثاني، لكن الأشهر في الطب هو menstrual cycle. زين، ليش تحصل هذه العملية؟ أنا راح أقول لك في نهاية الشرح بصورة تفصيلية حتى تفهم أكثر. المهم نهاية هذه العملية menstrual cycle، البنت تنزف دم. زين، لما تنزف دم، دم تنزل بهاي الطريقة، تمام، وتطلع برا بهاي الطريقة وتطلع برا. فإذا الفاجينا هذه هو ممر إنه تطلع من الدم في عملية الدورة الحيضية، هذه أول نقطة. زين، يقول لي أيضا passageway ممر لـ child birth، لما الطفل يجي يتولد، تمام، هذا الرحم مثل ما قلت لك الجنين يكبر هنا، ولما يطلع يجي يطلع بهاي الطريقة. إذا يمر من منين؟ يمر من الفاجينا. يقول لي receives penis during sexual intercourse، لما نصير الجماع بين المرأة والرجل، تمام، اللي يستقبل عضو الذكري منه قلت لك هو الفاجينا، تمام، بهذه الطريقة، هذه عن طريق الفتحة سميناها vaginal orifice، تمام، هذه vaginal orifice مثل ما قلت لك إياه. طيب شنو بعد بقالي؟ بقالي يقول لي واحدة من وظائفها انه هي تشيل للسبيرمز وتوديها لليوترس، وبالتالي تطلع لوين؟ لفالوبيان تيوب، تمام. اخر شيء بقالي مهم كلش تعرفه، انه شيء غدة نسميها great vestibular gland، هذه غدة على طرفين موجودة، تمام. زين، اريدك بس تقول لي وظيفة مالت هذه الغدة ايش راح تسوي. طيب لو تنتظر علي ثواني حتى اشوفك هي وين فاتحة هذه الغدة، قناة مالتها، تمام، تشوفها وين فاتحة؟ فاتحة في vaginal vestibule، تمام، هي هذه الغدة. زين، great vestibular gland اسمها. هذه great vestibular gland يفرز مادة مخاطية، mucoid secretion او سائل مخاطي. زين، سائل مخاطي هذا شي يسوي؟ يقول لي lubricate الفاجينه. lubricate يعني شنو؟ معناها يرطب المهبل. وين؟ ايش وقت هذا؟ during sexual activity. زين، هسه تقول لي انت شنو وظيفة هذه الميكويد secretion، يعني ليش خلي ما تطلع، يعني ليش تطلع؟ زين، انا اقول لك على سالفة القضيب لما يدخل في الفاجينه المهبل، هو خلي نقول يابس، تمام، والمهبل ايضا يابس، مع مرور الوقت مع sexual activity، مع الجماع، الكثرة بالجماع، خلي نقول ممكن شي يسوي، ممكن يجرح الجدران مالت الفاجينا المهبل، فإذا جرحت الجدران مالتها فبالتالي تصير التهابات وتصير مشاكل، تمام. فحتى ما تصير هذه كل هذه المشاكل، أكو إفراز، تمام، تطلع بهاي النقطة بحيث ترطب الفاجينا وترطب القضيب لما يدخل لي الفاجينا في عملية sexual activity. حتى نفهم المرأة ليش تنزف في كل شهر، يعني كل شهر مرأة تنزف دم. زين، سبب نزيف الدم هذا شنو؟ يعني ليش الدم هذه دا تطلع من المرأة؟ أصلها منين؟ يلا حتى نعرف هذه السالفة لازم أقول لك على نقطة. menstrual cycle اللي هي دورة الشهرية، تمام، يسموها بالإنجليش menstruation اللي هي عملية الحيض، تمام. زين، أنا يعني المسميات ما يهمني هسه إذا تعرفها أو لا، بس يعني تكون عارف. والبيريد monthly period همينا نفس الشيء اللي هي الدورة الشهرية. زين، فأني هنا هسه عندي مثل ما تنشوف دا كاتب لك شنو before a period، يعني قبل ما تحصل عملية الدورة. فقبل ما تحصل الدورة الشهرية أكو هرمون عندنا استروجين، معروف هرمون الأنوثة. هذه الهرمون تضيف طبقة للرحم، طبقة همينة سميكة، add a thick layer لوين؟ للرحم. زين، وين هذه الطبقة السميكة؟ هذه اللون الغامق هسه اللي داني أشرت عليها، وطبعا هذه همينة نفس الشيء، هذه الطبقة نسميها thick layer. زين، سبب شنو؟ ليش قاعد تضيف هرمون الاستروجين هذه الطبقة للرحم قبل ما تحصل عملية أو قبل ما تحصل الدورة الشهرية؟
يلا حتى نفهم الوضع اكثر. لما تجي الاوفريز هذه تمام تطلع شنو؟ تطلع اوفم، البويضه، المبايض قاعده تطلع البويضه. تجي توقفها لوين؟ توقفها في انبوب الرحمي، نسميها فالوبيان تيوب او يوتراين تيوب، تمام زين. وطبعا في اثناء علاقه الجنسيه اكيد بعد ما تحصل عمليه القذف تجي النطف توصل لهذه البويضه فتخترقها. لما تخترقها ايش راح تسوي؟ تنزل البيضه المخصبه لوين؟ للرحم. فتزرعها في وين؟ في الرحم، تزرعها في رحم حتى يبدي الجنين ويكبر في الرحم. زين هسه سؤال هنا، هسه شنو علاقة الطبقة هذه بالبيضة المخصبة؟ طيب دا تشوف هسه هذا اللون الفاتح، الأحمر الفاتح، هذا اللون فاتح هو الجدار الأصلي لليوترس للرحم. أما مثل ما قلت لك الغامق هو الطبقة أو هي الطبقة الإضافية اللي موجودة في الرحم. استروجين تضيف هذه الطبقة بحيث مثل ما نعرف البيضة المخصبة بعدين إيش راح يصير بيها؟ راح يكون لي جنين، راح يكون لي بيبي. يعني شنو معناها؟ البيضة هذه شوية شوية تكبر، ولما تكبر تكبر كحجم وتضغط وين؟ على جدران مالت الرحم. زين إذا ماكو هذه الطبقة الإضافية تمام احتمال كبير انه يفجر الرحم. فاستروجين تيجي تضيف الطبقة الإضافية هذه مثل سور خلي نقول حتى تحمي الرحم هذه من الانفجار. زين لان كل ما يكبر بيبي يضغط على جدران، وكل ما يضغط يكون شنو؟ يكون قابلة بسهولة انه الرحم هذه تنفجر. زين هسه بس انا لحد سامينا ما افتهمت شنو علاقة النزيف بهذه الطبقة. الطبقة هذه حتى تبقى حية لازم تجي لها شنو؟ شرايين اللي شايل دم المؤكسج، وترجع منها شنو؟ الأوردة اللي شايل دم الغير مؤكسج، artery وvein. زين هذه الأوفري اجت في حالة إذا ماكو عملية الفيرتلايزيشن اللي هي عملية الإخصاب ماكو، فتيجي تطلع الأوفم هذه توصلها ليوتراين تيوب، فتشوف ماكو فيرتلايزيشن الإخصاب، تنزلها لوين؟ تنزلها للرحم. فتقول هذه الطبقة الزيادة أنا أصلا جيت أحمي الرحم منين؟ من الجنين. فإذا بيضة مو مخصبة يعني إذا ماكو تكون جنيني ماكو يحصل بالرحم، فإذا أنا ليش أبقى؟ فخلي أروح أحسن. فيقوم هذه الطبقة شو تسوي؟ تقوم تهد نفسها، تقوم تقشر نفسها، تمام؟ هذه الطبقة تصير ولا شيء، تمام؟ تهد نفسها. وين هذه؟ لما تبدي تصير الدورة الشهرية. زين ولحد سهمنا ما افتهمنا النزيف منين اجى. النزيف اجى بعد عيني لان اكو جواها شنو؟ ارتري وفين، اكو جواها اوردة والشرايين، اوردة والشرايين هي اللي تحمل الدم، فاكيد حيطلع وياها شنو؟ لما تهد نفسها تهد ويا هذه الأوردة والشرايين، وبالتالي تطلع دم، والبويضة أيضا تطلع معها في الدورة الشهرية. ذكرنا وظيفة المبايض أنه تطلع أوفم وكذلك تطلع هرمونات، ومن أشهر هرمونات اللي تطلعها هي الاستروجين. الاستروجين هذه تضيف طبقة على جدار الرحم الأصلي في سبيل شنو؟ في سبيل يستحمل الجنين اللي حينمو بداخله. لما تيجي تحفيز من غدة النخامية بتيوتري جلاند على المبايض الأوفريز هذه تصير عملية الأوفيوليشن اللي هي التبويض، وبهذه الطريقة تطلع الأوفم وتنتقل إلى قناة الرحمية نسميها يوتراين تيوب. وبفعل كونتراكشنز التقلصات اللي تحصل في هذه القناة في يوتراين تيوب تحرك البيضة باتجاه النطف، وهذه تجي تقابلها النطف، وبعدين تحصل اختراق للبويضة عن طريق نطفة واحدة فقط، ونسمي بهذه الحالة البويضة بالبيضة المخصبة fertilized ovum. ومثل ما نعرف الأهداب اللي قاعد تحرك البويضة هذه نسميها سيليا، تحركها باتجاه وين؟ باتجاه اليوترس الرحم في سبيل تنزرع هناك. فبعد ما تنزرع الأوفم في الرحم تنمو وتكبر في الرحم لحد ما تصبح جنين متكامل. أما إذا ما صارت عملية الإخصاب للبيضة فتتقشر هذه الطبقة نفسها، فتصير عندنا عملية المينستريويشن أو الدورة الشهرية عند النساء.